تحياتي لكل اللي عم بتابعونا عبر موقع فوشة وحابين يعرفوا توقعاتنا لسنة 2022. مولود برج الدلو رح تمر بسنة حساسة على الصعيد المهني والمالي، وكأنك رح تكون أسير قناعات ما بتشبهك، وخصوصا ببداية العام، وبنفس الوقت رح تجتهد على حلحلة قضية مهنية معقدة. وكمان ويبدو أنه معظم مواليد الدلو عم بفكروا بالاستثمارات العقارية أو المشتركة مع أطراف مقربة منهم، بالإضافة إلى أنه النص الثاني من 2022 بتوعد الأغلبية من مواليد برج الدلو بمكاسب مالية جديدة. ونصيحتنا لكم ما تغامروا بالمال الموجود بين إيديكم على أمور مهنية يمكن ما تعطيكم المردود الكافي أو الرأسمال يلي صرفتوها على المشروع أو النشاط المهني يلي عم بتفكروا فيه. عاطفيا، رحلة التغيير والاستقرار تبدو موعود فيها بالربع الثاني من السنة، حتى لو عانيت ببداية العام من الخيبة في الحب يلي كمان ممكن تفاجئك بين الوقت والتاني. وأما المرتبطين كأنكم رح تستفيدوا من دعم معين يساعدكم على تحمل ازدواجية مشاعر الشريك بالتعامل معكم. أكيد بتمنى لكم نهاية السنة تكون كتير حلوة، وبداية سنة تكون أحلى بكتير.